تسافر عن أرض الوطن. إذا عزمت على قضاء إجازتك في أبو ديس فإليك خارطة أبو ديس الجديدة. ستوصلك السيارة من جسر العودة مرورا بمدينة أريحة وبلدة العزرية. ستصلين منطقة كبسة. انزلي من السيارة وأنصحك بالسير حتى محل إقامتك. لن تعرفي أين أنت. انظري باتجاه الغرب، مستحيل أن تعرفي أين أنت. سترين جدارا ثقيلا على القلب ثقل الاحتلال، طويل بطول أيام الهزيمة. خلفه غابة منطقة أمن الزرازير وبعض الأقارب موجودين هناك، وغاب معها فندق كليف. لن تستطيع الوصول إليه ولو حاولتي، لذا خذيها من قاصرها واتجهي شرقا. على اليمين بيوت صديقاتنا أيام الطفولة والصبا، أصبحت مهجورة. وعلى الشمال قاعة القدس للأفراح، يسرق الناس وقتا يفرحون به. بيوت على الطريق شمال ويمين، ستعرفين أشياء أخرى لن تعرفينها. سيري من معالم الطريق الباقية دكانة عمنا الأسمر، لن تعرفي الدكانة لكن لن يخفى عليك ابن العم علي. سيري على مفرق أبو ديس السواحرة، اتجهي شمالا إلى منطقة الراس من معالم الطريق الباقية بيت الحاج موسى المطلق. رحل الحاج وبقي البيت. رحلت مدرسة الوكالة وأصبح مكانها سكن، وتحولت بعض البيوت لمراكز تأهيل. رحلت الثقافة والتاريخ برحيل الحاج غزالة وأبو الفوارس. انزلي انزلي قليلا إلى بيت رحلت منه الخالة أم صالح، ورحل معها الظرف. ومنذ فترة ترجل العم أبو صالح عن صهوة الحياة ولحق بمن سبقه إلى عالم أرحم من عالمنا. بيوت الباقية ستجدين من ورث وصفة الظرف. لكن الآن اخرجي، آخر بيت بيتي، لا تأتي بل واصلي مشوارك واستطلعي وضع البلد. وها نحن نرحب بك بالقلب قبل البيت. عودي إلى مفرق أبو ديس السواحرة واتجهي جنوبا طريق جامعة القدس. ترين من معالم الطريق الباقية بيت الأستاذ إسماعيل اللبدي. امشي قليلا أمامك جامعة القدس، صرح أتمنى له التقدم والنجاح. على شمالك هربة عطا، لو عرفت أنك هناك سأعطيك جائزة. لن تعرفي أين أنت إلا إذا نادى عليك خالنا محمود. هناك وفي الطريق قيمت بنايات مرتفعة شوهت المعنى الجميل للقرية وأخفت معالمها. انزلي، ستمرين ببيت الخالة أم أحمد، تجلس في فراشها تنتظر اللحاق بمن سبقها. ستراكي وستبكي، هذا كل ما تقدر عليه. انزلي واتجهي شمالا إلى طريق الحبايل من معالم الطريق الباقية الحاج أم خليل طبش وبيت العم ثلج. سيري انظري شمالا، الأحباء تراموا في مقابرهم والأوفياء نسوا عهدا، لكن ما زال لنا في هذه الطريق أحبة. سيري إلى ظهرة مرج السلطان، هناك فقط تشعرين أنك في أبو ديس. رحلت جميع الوجوه المعروفة، هنا توقف التاريخ. ما زالت رائحة الطابون والحلال تعبق بالأنوف، ما زالت العمة لطيفة والعمة حلوة يتبادلن أطراف الحديث من خلف السناسل. لن تجد التوتة والتفاحة التي كنا نسرقها ونعتبر مغامرين. هناك تبدلت السناسل بالأسوار الإسمنتية الكئيبة. في الطريق وأنت عائدة من الظهرة ومتجهة شمالا نحو الحارة، وجوها جديدة وكثيرة بملامح قديمة. تذكرين أيام الربيع والوادي وظهرة اللتون والخضرة وصوت الخراف تستقبل أمهاتها بعد العصر وأجراس الأغنام القادمة من المرعى. عندما كنا نذهب لنلعب هناك، إنها أجمل لوحة وهي سيمفونية أجمل من كسارة البندق. ما زالت لقاط دار الحاج أحمد درويش باقية على الباب،
رحل الحاج الذي كان يشبه أنطوني كوين، اللقاط الذي كنا ندقها ونهره ولم يمسكوا بنا ولا مرة. عندما أمر من هناك يراودني الحنين لأدقها وأهرب، لكنني لم أعد ألبس الملابس الرياضية ولا أريد أن أمر من هذه الطريق مسرعة، فأنا أسير فيها بتأمل. ما زالت رائحة طابون دار العم فهد. سيري قليلا، دكانة العم أبو السعيد تحولت إلى مكتبة قزح يرتادها القراء، وتبدلت قصات نظام والحامض حلو إلى أجهزة كمبيوتر. اذهبي إلى الحارة، مري. لقد رحلت جميع الوجوه وبقيت الحارة كما هي. امشي إلى وراء الجامع، لقد أصبح موقف لسيارات الأجرة. سيري، المقبرة القديمة كما هي. هنالك خلف المقبرة بيت الخالة أم علي، تحول مركز صداقة بين أبو ديس وكامدن. اتجهي غربا واذهبي إلى منطقة المرج لتزوري الخالة أم صاير. ستبكي عندما تراك، هي باكية بك وبدونك، فلقد فقدت كل صاحباتها. عودي هناك على جورة بير الكوف، قفي وانظري إلى بيت لم تكن تغلق أبوابه أو تطفأ أنواره. نادي بأعلى الصوت، لن يسمعك أحد، لن تعرفي أين أنت. ليس له أبواب، حطت الحمائم أعشاشها ونسجت العناكب خيوطها واطمأنت وقالت هذا موطني، لن يزعج مقامها أحد. لقد رحل الجميع. هنا قرري، إما أن تبقي بعد أن عرفت خارطة أبو ديس، ما زاد عليها وما نقص منها. هنالك بيوت جديدة ترحب بك وتحتضنك، وإلا فاخرجي. لكن قبل أن تخرجي أغلقي خلفك الأبواب، لأنه لن يهتم لخروجك أحد ولن يودعك أحد. فنحن في هذه القرية نرحب ونستقبل بكل من يعود إلى أرض الوطن، ونفتح له قلوبنا وبيوتنا، لكننا لا نودع أبدا من يتركها.